نعطيكم القياسات نتاعو. القياسات نتاعو 148 في 122 متر. البر هذا. اي من البر. من داخل 65 في 39. قيدوهم هذوما. عاودوا لهم. اي. قلنا القياسات 148 في 122 متر. 148 باش نسهلوا عليكم 150 هاكا ساهل. 150 على 125. 122. الحلبة اللي احنا فيها هي اللي تصير فيها المشاهد. طولها 65 في 39. 65 في 39 معناه في الطول قداش؟ نعم 65 في الطول. ما يقارب 70 متر على 35. على 39. أربعين. بالنسبة للمدارج اللي حكينا عليها طرفة 35 ألف. واضح. هو الرابع مسرح في العالم وهو الأول في إفريقيا. نعم هو الأول في إفريقيا من حيث وأتقن من روم حتى في الجزء اللي تهدم هدموا الباي عام 979 هو هذا الجزء هذا خاطر تحصنوا به أهالي اللي هاربين من دفع الضراء. احنا توا في الحلبة معناها في المكان اللي تصير فيه الصراع بين الفرسان اللي وريتهمكم او بين الحيوانات. جزء تهدم تم تهديمه من عند الباي من طرف الباي. هذا الجزء السفلي اللي يكونوا فيه المصارعين يحضروا في رواحهم او تكون فيه الحيوانات. الحيوانات فما دروج تطلع فوق منه ويفكروا مسكرين. واضح مسكرين بالابواب الحديديه كيف راهي. واضح. وهذه كانت محلوله هكا. هي كانت محلوله كانت مفتوحه وتتسكر. واضح. معناها البيوت الدخلانيين الوطنيين المهمة نتاعهم الوظيفة نتاع البيوت الداخلين اللي تشوفوا فيهم كانوا غادي موجودين مصارعين او فيستيريت. واضح. بالنسبة للجلوس تو كيما تشوفوا الجماعة هذوك النبلاء والمواطنين الاثرياء وين الجماعة اللي قاعدين يقراوا هذوك بعدها مباشرة لقاو الناس العاديين. تلاحظوش الفرق ما بين الناس اللي القسم الاول رخام وفيه ظهر صحيح ولا لا؟ ايوه معناها حاجه ليكس حاجه كونفور. حاجه كونفور. ومن بعد ينقص شويه الكونفور الناس العاديين ومن بعد بالكل وينك الجماعه اللي يمشيوا الفوق الكل هذوك وينك البنيه المغادي غادي تلقاو العبيد والناس الفقراء العاديين ياخذوا يتفرجوا. واضح؟